مشاهدينا سهرتنا مميزة بالتنوع اللي فيها، وهلا بنسمع ميليا كريكوريان بهوت ستاف لدونا سامرز. شكرا ميليا. استاذ الياس، شو رايك بميليا وبجامي؟ ميليا هلا هايا. يعني اذا بنشوفها كنا على التلفزيون مثلا بنحسبها مغنيه بروفيسيونيل امريكانيه. اذا ما رأيش 1% معلش، بس وبقول لك شيء الحلو ها ها ها، هاي كثير كثير قويه فيها. لا انت كثير منيحه. يس استاذ جورج. ميليا كنت اليوم 100 100، فايتي بالجو، فايتي بالجو تمام وملحلحه تمام 100 100. غسان، ميليا غنت لدونا سمر، شو كان رايك؟ اول شيء بدي اقول انه فظيعه، فاجاتني. انا بحب هدي الايمج تبع الروكر اللي عم بغني، لو عم تغني دانسي، بس بحب اقول بالنسبه اخوان لا الطائفية، لا عم بمزح الطائفية، خلص الواحد دائما بنلزع على نفس الجمله يا اخوان. لا كثير منيح، كثير منيح اللي عملتيه، الايمج تبعك منيح، ولقمتك الغنيه مع انه هي غنيه
هي بتنعد من الاغاني اللي ما بيموتوا بالدانس بالديسكو. دونا سامر هي عملتها سنه ال 80 ماكسيموم، فمن هالمنطلق صارت كلاسيك، غنيه كلاس بالكلاسيك تبع الدانس، وغنيتيها كثير منيح وعملت الفيلينج البلوز اللي طلعت لفوق كثير منيح. وانا بالنسبه لي احسن من جوتام غنيتيها، بلاقيها احسن.